هذا وانطلقت اليوم أعمال الدورة الرابعة من القمة العربية الاقتصادية التي تستضيفها بيروت، حيث دعا الرئيس اللبناني ميشيل عون في كلمته الافتتاحية إلى عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، قائلا إنه يتقدم بمبادرة لإعادة الإعمار تتضمن تأسيس مصرف عربي لمساعدة المتضررين. وأوصى عون القوى العالمية ببذل كافة الجهود الممكنة من أجل عودة اللاجئين السوريين لوطنهم من دون أن يتم ربط ذلك بالحل السياسي هناك. إلى ذلك أوضح أن لبنان يعمل على طرح حلول لأزمة النازحين السوريين في مشروع البيان الختامي للقمة، داعيا الصناديق التمويلية العربية للاجتماع في بيروت خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لمناقشة وبلورة آليات فعالة تتماشى مع التحديات التي تواجهنا ومتطلبات إعادة الإعمار. وكان وزراء الخارجية والاقتصاد العرب أعدوا مشاريع قرارات تتعلق ب 29 بندا على جدول الأعمال، أبرزها دعم الاستثمارات في الدول المضيفة للاجئين السوريين والإسراع في إنشاء الاتحاد الجمركي العربي.